تحياتي لك يا كابتن هيثم، وتحياتي لضيوفك وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بعد انتهاء المباراه الاولى النهارده ما بين شباب الصحافه السوداني وفريق سبورتنج بفوز فريق سبورتنج بنتيجه 3-0، معايا في هذه اللحظات كابتن محمد صلاح المدرب الخاص بفريق سبورتنج. كابتن محمد برحب بيك في البدايه، ومباراه كبيره النهارده، فوز كبير بالنسبه لكم 3-0 بعد الاخفاق بالامس امام النادي الاهلي، شفت المباراه النهارده ازاي؟ والله هي دي بدايه اولى لينا نادي سبورتنج في البطولات العربيه والافريقيه. امبارح كانت بدايه صعبه شويه مع النادي الاهلي في وسط جماهيره. الحمد لله النهارده ماتش الى حد ما كويس. كان نفسنا بقى البطوله فيها فرق اكتر من كده عشان يبقى احتكاك اقوى، بس الحمد لله الحمد لله احنا عملنا اداء يتناسب مع قوه المباراه، وربنا يوفق بكره ان شاء الله في ماتش الصفاقس ويوفق الاهلي النهارده ان شاء الله. احد نجوم النادي الاهلي السابقين انا عارف، واحد مدربي النادي الاهلي السابقين، لكن شايف شكل المنافسه ازاي في البطوله السنه دي؟ والله انا اتوقع ان يعني هي بطوله اقوى بطوله اتعملت في يعني اخر بطوله اتعملت كانت السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي فاتت كان فيها الاهلي ومجمع البترولي. السنه دي البطوله اقوى، فيها فرقتين ابطال افريقيا قبل كده الاهلي ومجمع البترولي اللي هم لعبوا السنه اللي فاتت الفاينل. في الصفاقسي التونسي جاي، اعتقد ان هو من اقوى فرق البطوله، اعتقد ان هي من اقوى فرق البطوله الصفاقسي التونسي المدعم باثنين محترفات. بس يعني ان شاء الله انا شايف ماتش النهارده الاهلي ان شاء الله هينهي الموضوع يعني ان شاء الله. شايف ان لسه فريق سبورتنج عنده حظوظ في الفوز بالبطوله، ولا شايف بعد الخساره بالامس الموضوع بقى صعب شويه؟ بص احنا بنشارك لاول مره، سبورتنج السنه اللي فاتت ثالث الدوري، فداخل البطوله دي يعني بحكم مركزه. النادي شايف ان الفرقه سنها صغير وعايزين يحطوهم في الطريق، حطوهم على الطريق يخليهم بعد كده يبداوا ينافسوا في بطولات في بطوله الدوري وبطوله الكاس مراكز اعلى شويه. الكلام ده هيجي بالاشتراك في البطولات الدوليه العربيه والافريقيه، ودي كانت اول مشاركه ليهم السنه دي. ان شاء الله باذن الله احنا بنطمع ان احنا بكره ويوم الخميس نعمل حاجه كويسه مع فرقه المجمع وفرقه الصفاقسي، على الرغم ان احنا خسرنا لعيبه مهمه جدا امبارح في مباراه الاهلي، مش هتلعب معانا، ما لعبتش النهارده ومش هتلعب بكره، بس ان شاء الله باذن الله هنحاول وربنا هيكرمنا ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن توفيق. شكرا.